اهلا وسهلا بكم فيديو جديد ورحله مميزه جدا. انا قلت مميزه لان بدي اشوفكم في شيء بهاي المدينه مميز مختلف غير اعتيادي فريد عن نوعه اللي تسموه، وهذا الشيء اسمه شفيفا بان. قطار شفيفا بان يعتبر اقدم قطار معلق بالعالم. هذا يركبه حوالي 80,000 شخص يوميا للتنقل بمدينه فوبرتال من اول نقطه بها الى اخرها، من بدايه النهايه بها 20 محطه. بالنهايه من يوصل القطار لهنا اكو هيك مثل الصوندات او انابيب هيك بيها مي ترش على السكه حتى تبرد القطار حتى يرجع يعيد الرحله مالته من جديد للبدايه. شفيفا بان الحوادث مالته كلش قليله عبر التاريخ، وواحد من هاي الحوادث هذا التمثال اللي وراي، تمثال مال فيل. فتره من الفترات رادوا يسوون دعايه للقطار نفسه فصعدوا فيل لي فوق ويمشي بالمدينه والناس تشوف الفيل بالقطار. بس الفيل وقتها ما اعرف خاف فدفر الباب وقمز يعني من القطار ووقع هنا بس ما تاذى يعني. سنه 1900 انتهوا من بناء القطار وحضر افتتاحها قيصر فيلهلم الثاني بنوله عربه خاصه به اسمها كايزر فاغن. الى اليوم موجوده وتشتغل، حولوها المطعم فانسي كلش بحيث انت ممكن تاكل وجبه فاخره والعربه تفتل بيك، واتوقع سعرها 600 يورو حسب ما سمعت، صراحه ما متاكد. بس نجي على السؤال انه شنو سبب بناء هذا القطار بالضبط في هاي المدينه؟ حتى نعرف الاجابه على هذا السؤال لازم شويه نرجع بتاريخ المدينه هاي نفسها. مدينه فوبرتال صايره بوادي، واذا تشوفوها على الخرائط من فوق راح تبين عبارة عن مدينة هيك مطولة ورفيعة، معناتها حتى تتمكن من التنقل من نقطة A لنقطة B لازم تمر من الوادي كله. هي مدينة صناعية وصناعات تتطلب نقل، فبنهاية القرن الثامن عشر بلشت المدينة تزدحم، فرادوا يوصلون الحل. أحجار هاي المنطقة ما تسمح إنه يبنون قطار تحت الأنفاق، وبنفس الوقت ما يقدرون يسوون قطار هذا اللي يمشي بالشوارع لان هو راح يزيد الطين بله، هو هيك هيك يعني هي مزدحمه الشوارع. زين وين يبنون وسيله نقل بهذا المكان الضيق اللي هو اصلا ما بيه مجال يتوسع؟ ففكروا الالمان وقالوا فوق النهر، هذا احسن مكان نبني بيه القطار المعلق. بنفس الوقت كان اكو مخترع ومهندس اسمه اويجن لانجن من مدينه كولن، توه كان مكمل تصميم مال قطار معلق راد يبيعه لبرلين وميونخ، بس ما حد اشتراه لان شافوا فد مشروع فاشل، بس شافته بلديه فوبرتال واشترته مباشره. هذا التمثال اللي ورايه هو لفريدريك انجلز اللي هو يعتبر اب النظريه الماركسيه، هو وكارل ماركس اللي كتب كتاب راس المال. طبعا هو يعني قمه الشيوعيه، هذا التمثال قمه الشيوعيه. هدته جمهوريه الصين الشعبيه الألمانية ولهاي المدينه بالذات، لان هو طلع من مدينه فوبرتال فريدريك انجلز، واللي ورا تشوفون بيته هو هسه مسوي متحف، يعني هو وعائلته كانوا يعني من اغنياء فوبرتال. واما نصيحه اهالي فوبرتال عين معلم ليبن دويش فوبرتال شفيبن اللي هو هذا القطار، جرب قطار فوبرتال ولو لمره واحده بحياتك. لا تنسون تشتركون بالقناه ونشوفكم بالفيديوهات الجايه. سلام.